بلش بالزجل من عمر 16 سنة، ألف جوقة لحاله وانضم لاحقا لجوقة خليل روكوز يلي ترأسها بعد وفاته، وهو اليوم رئيس جوقة القلعة. أستاذ موسى صغيب، أهلا وسهلا فيك. وأهلا فيك جارة القمر، وببسمتك المشرقة وحضورك المميز ليدي مادونا. قبل ما نبدأ بدي أقول له للشاعر عدنان عبد الرحمن عبد المجيد من المملكة العربية السعودية إنه كتابك وصلنا، عين تدمي وقلب يحترق. نحن نتشكرك عليه ورح نتصل فيك حتى من الشعر. كمان عودة إلى الشعر مع موسى صغيب وسؤال لإلك. بيقولوا إنه الزجل هو رفع الصوت بالتطريب. هل السؤال يلي بينطرح، هل كل واحد بيغني زجل هو مطرب؟ اولا بهالبرنامج اللي بيجمع الطرب والموسيقى والصحافي والاخراج والفن، يعني انا فخور ان يكون الشعر الزجلي مطرح بيناتكم، مع العلم انه الشعراء هم جيران النجوم دائما. اهلا فيك. الكلمة اللي حكيتيها عن زجل التطريب هو هي كلمة قاموسية، بس من ناحية الغناء يعني التراث، يعني الزجل هو مثل كل فن اللي بده يغني بده يمتلك حنجرة وأداء حلو، لأنه في نوعين عندنا بالتراث. الشعر العامي نحن بنسميه الزجل، يعني نحن بنسميه الزجل، بينما بالخليج بسموه بمناطق الشعر النبطي والشعر ال، بس هو زيته الزجل، يعني اللي بده يغني على المنابر بده يكون يمتلك الصوت الحلو يعني والاداء المنيح. واضافه الى الصوت الحلو، ضروري اللي بيغني زجل هو نفسه ينظم الشعر يلي بده يقوله؟ اي طبعا. هلا شعراء المنابر المعروفين بده يكون عندهم اشياء الخاصه وحوارات المهمه، بس بيقدر اللي بده يقول اعطي قصيده لواحد يروح يأديها بمطرح بيقولها كامله، بس اذا حدا بده يناقشه بده يصير في حوارات، بده يصير في ارتجال، بده يصير في التمييز فيها انه شغله بتصير ارتجاليه. الارتجال والتحدي اللي بيصير بالجلسه لما بيكونوا على المنبر، انه يكونوا شعراء قاعدين ويغنوا الزجل وكل واحد يتحدى الثاني شو عنده من فكره ومن حسه. لهالسبب بهيدا المواقف ما في حدا مطرح حدا، يعني بيكونوا عم يضربوا بعضهم بالبوكس، ما في واحد رح ياخذ دور الثاني يوقف وراه ويرده مثلا. فاذا غالبا الزجل هو تحدي. لمين موسى صغيب بيحسب حساب؟ ما بدنا نحسب الزجل تحدي، اصلا كان في نوع من المراجل. اليوم بالعهد اللي وصلنا عليه تطورنا، الزجل ما عاد هك المشاكل والقتل، صار يعالج مواضيع انسانيه اجتماعيه وطنيه فلسفيه، وممكن فيها يكون تحدي. كل واحد بيكون في تحدي. ايه بالحفلات الكبرى بيكون في تحدي. موسى صغيب بيحسب حساب للكل. للكل بيحسب حساب للكل، مع العلم انه نحن كنا الحفلات المباراة التحدي اللي عملناها، عملنا ببيروت بلبنان شي 10، وعملنا باستراليا، وعملنا بالكويت، وعملنا ببلدان الاجنبية برا، كنا نجمع اكبر عدد ممكن. يعني الشعراء الكبار بلبنان كلهم كبار، ومع موسى صغيب وتباريت انا معهم. مادونا، بتحبي شاعر يكتب لك قصيدة او مطلع او عتابة او مجانة حتى تبقي تأديه بحفلاتك، اما تحب تبلش الغنية دغري؟ عتابة والميجنة أنا، بعدين خصوصا إذا كان أستاذ موسى صغيب موجود، أو إذا بحب أني أقول له كمان الأحساس اللي عندي أو عندي فكرة هيك طالعة بالي أني غنية، أكيد ما بعرف أنا أنظمها يعني وإجي أكتبها. بتحبي تكون عندك قدامك أستاذ مثل أستاذ موسى صغيب تقعدي أني تكتبي؟ خلص أنت خلي خلي الزجل لإله. أكيد. اللي بيغنوا اليوم هل بيلتزموا باوزان الشعر العامي، اما بيقولوا اغانيهم مثل ما بتطلع؟ قبل ما اجاوبك على هالسؤال بدي اقول للست انه وانا بهاليوم بوعدك انه راح اعمل لك اغنيه خاصه جدا جدا تكون لإلي، فاذا مع شويه اغاني شعبيه اللي انت بتغنيها. من اللي عم تحكي بهالموضوع كنت انا صغيره، نرجع شوي لورا ذكرياتنا نحن وصغار. حلو حلو. ايه
فليك الايام والدنيا شو صغيره انه جبل على جبل ما بيلتقى بس الانسان بيلتقى والبني ادم فرجعنا التقينا يعني برمت الايام الشرف اني اخذ من كلامك الحلو من قصايدك ومن جار القمر طلع لك وعد بقصيده ها ليش لا طيب شو رايك تسمعني عن الالتزام باوزان الشعر العامي هل بيراعوها المغنيين يعني الحقيقة أنا بحب إخواني المغنيين كلهم إنه مثل ما بيدرسوا الموسيقى يحاولوا يدرسوا الأوزان شوي لأنه دائما وقت اللي بتتكسر الأوزان بتتكسر الأغنية هلأ الغنية اللي بتنكتب بيقدر الملحن مثل ما بده يشتغل فيها مادونا بس التراث بس بيتكسر ما بيقدر يشتغل فيه في عدد كبير بيأدوا الاشياء غلط حتى العتابة بيأدوها غلط بيأدوا الشروقي غلط بيأدوا الاوزان بيقولوا القصيدة بلحنوها شروقي بيقولوا الاوزان بلحنوها شروقي هلا ما فيك تقيس الفن مثل ايام زمان اليوم في فوضى فنية كبيرة يعني شو رأيكم مع انه قاعدين على التلفزيون بس لازم نحكيها انه اليوم مين ما كان بيطلع بغني عتابة بغني ميجنة بغني أنا شروقي انا ماني ضدي غنوا بغني هوارة بغني بلدي بغني مدري كيف كل واحد على ذوقه وعلى احساسه مش بس انه انا ماني ضد يغنوا ما في اصول بقى بهالايام بس انا بتمنى انه ياخذوا الاوزان كافية يعني فين بياخذوا بيت العتابة بكسروا في ناس بياخذوا مني الشروقية بغنوها بكسروها يعني هاي شغلة كتير صعبة بالنسبة لل شو رأيكم تسمعونا كيف بيغنوا العتابة والميجنة لا هلا نحن ولو شو نحن أرباب العتابة والميجنة نحن منحس انه لازم نغنيها هيك على طريقتنا منبلش يعني. معك هلا اني الكلام علي والغنى عليك نزل عكتفك جدوله شو شعر خربط في حسابي جدوله اتمنيت اسهر وعكتافك جدوله جدادي فيهن انشنق انت وانا الشيب من عمري ما حسنين فدا عينين بالكحلي ما حسنين وإذا أحبابنا كانوا محسنين حلو مد الأيادي على البواب حبيبي
بيت العتابة بيبتدي بالميجنة بيت العتابة يسلم تمكم تنيناتكم. استاذ موسى، حضرتك كنت من مكملي مسيرة الزجل بلبنان، ودايما بافتتاحيات مبارياتك الزجلية بتعدد اقطاب المنابر. شو مواصفات الشاعر المنبري وشو بيختلف عن غيره؟ شو اللي بيميز هالشاعر عن غيره؟ الشاعر المنبري اول شيء بده يكون شاعر بدون، تاني شيء بده يكون يمتلك عدة مواصفات. حكيت الست مادونا هلا عن النجومية، يعني بده يكون يمتلك عدة أشياء، لأنه الفن اللي نحن بنتعطاه هو أصعب أنواع الفنون. يعني المطرب إذا صوته حلو وشكله حلو أدائه حلو بينحط وراء كوراس وملحن ومؤلف وجهاز وكذا بيوصلوا دغري، بينما الشاعر هو بده يوصل حاله، والشاعر بدهم يسمعوا أكثر من سنة واثنين وثلاثة وعشرة لا يقدروا يتمكنوا من محبتهم له. الشاعر المنبري أول شيء بده يمتلك الموهبة، الملك الموهبة. ثانيا بده يملك حسن الأداء يعني أو الصوت أو ثالثا بده يملك الحس الشعبي، هذا اللي بنعتبره أهم شيء. يعني إنه قد إيه الناس ممكن يتحملوني عم بغني عتابة أنا ومادونا، قد إيه بيتحملوني عم بنغني حوارات ضد بعضنا، يكون يقدر يعرف. انا ما فيني لايك استاذ موسى، الله يخليك. وانا ما فيها لايكي. وبده يكون يمتلك كمان نوع من السيطرة على الناس ويعني على جمهوره وهالاشياء هي، يكون عنده الاستمرارية. فينا نسمع شي موشح هيك تهدي لليدي مادونا؟ شو بكي بنبلش بشغل بنحلق بشغل؟ يلا بدنا نستفيد اكثر شيء، سهرتنا طويلة. يلا اوف اوف اوف، ريش الأب لا تخبي في طير صغير، بدو من ريش الأب جوانح طيطير، بدو من ريش الأب جوانح طيطير. ريش الأب لا تخبي في طير صغير، بدو من ريش الأب جوانح طيطير، بدو من ريش الأب جوانح طيطير، بدو من ريش الأب جوانح طيطير. لبست عقده إسوارة ومالتها الصوب، والصيفي قهارة والدنيا شوب، والصيفي قهارة جوانح طيطير، جوانح طيطير. لبست عقده اسوارة ومالتها الصوب، والصيفي قهارة والدنيا شوب، يا خياط بالحارة قصر للتوب، ولا تنسى لسان الجارة بدو تقصير، بدو من ريش الأب جوانح طيطير، بدو من ريش الأب جوانح طيطير. سهرنا وكان بعينينا في خوف شوي، يا في إخوة حوالينا يا إم وبي، يا في إخوة حوالينا يا إم وبي. ولما رحنا تخبينا بوردات الحي، وطير الورد علينا صار حتى شبت انطرتيني وفجأة يا بنت قلتي ورد بساتيني مشتاق لك انتو، قلتي ورد بساتيني.
حتى شبت انطرتيني وفجأة يا بنت قلتي ورد بساتيني مشتاق لك انت ليش ما فقت تحبيني وقت اللي كنت حيك خيطان سنيني زافت نانير يعطيكم العافية. الهيئة بلش التحدي. قلت لك أنا من الأول ما فيني على من الأول. إيه يعني خبرك. كل واحد عنده ميزة يعني ما فينا. كل واحد بموهبته. وكمان استاذ موسى بتمنى لك الصحة وطول العمر لأنه مش كل إنسان عنده هالموهبة وهالفكر الحلو وهالصوت الحلو كمان. أنا بدي أقول لك شيء خصوصي لإلك هيك. هاي قدام الناس ولا خلينا نفوت جوا نحكي. اعوذ بالله نحن بنقول كل شيء قدام العالم يلا على التلفزيون على الاوربت كمان وبيجار الامر بلشت ما عندنا شيء مخبى ما في شيء مخبى يلا بصوتك هالناي المبحوح بالقوف وبالتنهيدي بيسحب خيطان الروح وبيخلق روح جديدة. حلو. هي هيك دغري طلعت فجأة على الأوربت لمادونا. صدمني. ما فيني رد عليك أنا أبدا. بدك تخبرني شوي شو عندك شيء جديد على صعيد الكتب؟ عندك كتب جديدة؟ آخر كتاب صدر عندي قلم ودف سنة الـ 94 95. في عندي كتاب جديد بده يصدر عم بتعب كثير شوي على النوعيه فيه واللي عجبني اكثر شيء هالمره الموزع الكتاب بالدول العربيه الشقيقه صار عندنا كثير محبي قارئي للزجل على اساس انه بمعرض كتاب بالشارقه وبالقاهره وبتونس وبالاردن واللي بسوريا وفلسطين هون باعتبار نحن فرد تراث نعتبر يعني بس انه لنفوت على المغرب الشغله كثير مهمه وحاولنا انه شوي يعني ندخل ما يكون يعني الكلمه عاميه جدا جدا او اقليميه او ضيعجيه يعني بهالكتب الجديده تكون الكلمه على بتنفهم على صعيد يعني عربي بين بين بلهجه منطقه معينه هلا هيدا كتاب الاخ عدنان عبد الرحيم اللي لفت لي نظري فيه انه كمان في شعر عامي هون كمان ايه بال بيقول ايش الغلط احبك وكلامي عنك كثير كثير والحب ما هو عيب وفرحتي خلتني اطير يا جار القمر شو هيدو عم بيعي للبرنامج زقف لجار القمر يا خيي هيدا كاتب الكتاب قبل البرنامج بس الطريف انه ذاكر جار القمر يا جار القمر تسلم تراني بحبك اثير وعسى عمرك بصحه طويل وما هو بقصير ان شاء الله نكون قريناها مظبوط وعمرها طويل على كل حال لقلك انه كل بلد من بلدان الدول العربيه صار عنده في عنده تراث خاص هو يعتبر الزجل او الشعر العام الشعر العام طيب في حال صار في برود شوي بالمنابر الزجلية بلبنان شو البديل؟ والله في عنا شوية وقوف هلا على أساس إنه الأقطاب اللي أقطاب المنابر إجوا من الخمسينات للثمانينات كانوا كان الفترة الذهبية للشعر المنبري بلبنان يعني ما بقدر أقول إنه بهالحرب طلع عنا حوالي 3000 مطرب يمكن ما هيك يا مادونا والله أكثر يا سيدة هودي قليل لك أكثر إيه ما كان يطلع عنا شاعر او شاعرين منبريين عملنا كثير صعب مرهق يعني إيه بس الحمد لله بدل يطلع ما في خوف انا بهالوقت هيدا بلشت اعمل المسرح بالشعر العامي المسرح الغنائي يعني كاتب عمل اسطوري لبنان خلال التاريخ شغله كثير اطلعوا علي عدد من اصدقائنا المخرجين والادباء والشعراء والفنانين وممكن تتنفذ السنه بهالطريقه هاي بكون بعده الشعر العامي عم بيأدي رسالته ان ما كان على المنبر بكون على المسرح لبينما يكون
الله انعم على البلد من باقي العمر ينعم عليها بالمبدعين. معنا خبير مسرحي هون استاذ ناجي معلوف. صديق عزيز لنا استاذ ناجي. حلوه خبير هذه. خبير بدنا نسالك بتنصحوا للاستاذ موسى يتعاون مع ممثلين جدد اما مع ممثلين قدامى بعالم المسرح والفن لمسرحيته الجديده؟ يعني بفتكر السؤال مش بمطرحه. ليه؟ بدي 14,000 فايق له انا معك السنه الماضيه ما بعيده. ماني خايف من هالشغله هاي وحتى المنتج هو متبني هالشغله هاي. بس بخصوص الفنانين بهمني اكثر شيء انه يكونوا يعني يأدوا الغناء اللبناني او الكلمه اللبنانيه صافيه. عرفت كيف؟ هيدا شغله مهمه بعدين عندي. حسب النوع المسرحيه اللي بدها تتقدم. اليوم في عنا نحن فقد للمنتجين. العناصر موجودة وفي عنا عناصر كتير مميزة وعندها الخبرة الكافية وعندها الدراسة وعندها النجومية، بس ما فيش عنا منتجين يقدروا يحركوا هالعناصر. ايه ولكن ما في عنا مش بس الحالة الاقتصادية، هلا الحالة الاقتصادية على كل أنواع التجارة، أنا بعتبره صار اليوم فن شوي تجاري. يعني صار عدد الفنانين اليوم أكثر من اللي بيكونوا موظفين بالدولة. ما تواخذوني أنا هون ما بجاري رأيكم يعني إنه لا أسألك عن الارتجال. شي مرة صادف كنت مضطر ترتجل وما إجا شي عبالك؟ لا كنت مضطر ولا إنه بدك ترتجل وما إجا شي عبالك؟ لا الحمد لله بعد ما صارت معنا بعد ما صارت؟ لا الحمد لله. فيك ترتجلنا شي لجار القمر تنختم معك الليلة؟ جار القمر؟ حامل البرنامج اسم جار القمر، وياما القمر عشاء بجناحه غمر، وانتي قمر ورد وانا جارك، بقول اللي بيكون جارك يعتبر جار القمر. نحن كمان مرة منتشكرك على الصوت الحلو وعلى الإداء وعلى